السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم أجواء حارة نسبيا ورطبة، خاصة على المناطق الساحلية من البلاد، وذلك بسبب تأثر البلاد في تغيرة الكتل المؤثرة على البلاد في على صورة رياح جنوبية شرقية أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية. أما الأجواء في مدينة الكويت الآن، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها 5 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 41، الرطوبة النسبية 25%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو متر. لا تزال دولة الكويت تحت تأثير منخفض جوي، ولكن منخفض ضعيف جدا أدى إلى تكون بعض السحب على بعض مناطق البلاد مستمرة ويانا اليوم مباشر. كذلك تراجع المنخفض وضعف المنخفض أدى إلى تحول الكتلة الهوائية إلى كتلة هوائية رطبة. أجواءنا بمشيئة الله في منتصف هذه الليلة تستمر ويانا الأجواء الرطبة على المناطق الساحلية، متوقع أن تتكون بعض السحب، وكذلك المناطق الساحلية تكون الأجواء حارة نسبيا، متوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 36 وكذلك 35 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، قد تصل درجة الحرارة الصغرى في غرب البلاد 32 درجة مئوية. المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية، مع استمرار تقلب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 5 إلى 25 كيلو متر في الساعة. ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح ترجع ويانا الرياح الجنوبية الشرقية إلى رياح شمالية غربية، راح تقل نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الشمالية الغربية من البلاد وكذلك بعض المناطق السكنية، تستمر ويانا أذن باكر وعقب باكر. أما ابتداء من مساء يوم الغد تستمر ويانا بعض التكونات السحب المتوسطة والعالية، درجات الحرارة متفاوتة ما بين 37 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، التيارات المائية في نهاية فترات الفساد. أذان الفجر بمشيئة الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:54 موعد شروق الشمس الساعة 5:18، موعد أذان المغرب الساعة 6:25. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة، راح تتحول ويانا الرياح في نهار الغد إلى رياح شمالية غربية تقل وياها نسبة الرطوبة، تستمر ويانا يوم السبت والأحد تكونات بعض السحب المتفرقة على بعض مناطق البلاد، العظمى متوقعة 51 في نهار الغد، 34 الصغرى يوم الأحد، 48 الصغرى، 33 درجة مئوية. ابتداء من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء ترجع ويانا الرياح الجنوبية الشرقية وترجع ويانا الرطوبة خاصة على الجزر والمناطق الساحلية، تكونات بعض السحب راح تستمر ويانا خلال الأسبوع القادم، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 46 و47 درجة مئوية، الصغرى من 31 إلى 32 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين نشكركم حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.